أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها خلقنا الإنسان في
يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أملكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ألم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا وتواصوا بالصبر.
الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها القرب تفتح لنا بها يا ربنا أبواب الفرج. اللهم اغفر لمتوفانا وارحم. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه. أكرم يا ربنا نزله أكرم يا ربنا نزله وسع يا ربنا مدخله جاف يا ربنا الأرض عن جنبيه جاف يا ربنا الأرض عن جنبيه. اللهم إن كان محسنا فزد يا ربنا في إحسانه وإن كان غير ذلك فتجاوز يا ربنا عن سيئاته. جازي يا ربنا بالإحسان إحسانا جازي يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. انقل يا ربنا من ضيق اللحود ومرات الدود إلى جناتك جنات الخلود. انقل يا ربنا من ضيق اللحود ومرات الدود إلى جناتك جنات الخلود. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. أعمل يا ربنا بما أنت أهله ولا تعامل يا ربنا بما هو أهله. أعمل يا ربنا بإحسانك وكرمك وجودك ولا تعامل بميزانك وعدلك يا أرحم الراحمين. اجعل يا ربنا هذه الليلة هي أسعد ليالي. اجعل يا ربنا هذه الليلة تمر عليه بسلام. يا ربنا إنك غني عن عذاب وفي حاجة لرحمتك فارحم برحمتك الواسعة يا كريم. شفع فيه يا ربنا الصيام شفع فيه يا ربنا القيام شفع فيه يا ربنا الصدقات شفع فيه يا ربنا قراءة القرآن شفع فيه مرضه يا حنان يا منان. اجعل يا ربنا ما أصابه وما ألم به في ميزان حسناته. أبدل يا ربنا دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولده وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا يا ربنا بعده واغفر لنا وله ولأموات المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم آنس يا ربنا وحشتهم ارحم يا ربنا غربتهم تقبل يا ربنا حسناتهم تجاوز يا ربنا سيئاتهم ألحقنا بهم على خير حال يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.